اقول لحضرتك انه جماهير النادي الاهلي النهارده معنوياتها في السماء، حاله التفاؤل موجوده، حاله الاطمئنان اكيده. ده ما كانش موجود قبل مستر موسيماني. يعني هكلم حاجة بمنتهى الصراحه، مع فايلر في الفتره الاخيره كنا بنكسب، كنا بننزل ماتشات وبنكسب ونجيب الثلاثه بونت، وكنا حاسمين الدوري بفتره كبيره جدا قبل ما تنتهي المسابقه بسبع او ست سبع ماتشات. لكن لما تسال الناس او الناس تتكلم معاك على اهلي، الناس كانت قلقانه قوي من افريقيا، الناس كانت قلقانه جدا من مواجهه الوداد، وده يمكن انعكس بعد ما حققنا فوز. هل كنت متوقع بدايه المكسب من للنادي الاهلي في المغرب؟ هو الحقيقه برضه هرجع اجيبك شويه بقى قبل ادم، جبت المقارنه بين فايلر وموسيماني. الحقيقه خطوه ايجابيه جدا من الكابتن الخطيب ومن الجهاز الفني اللي موجود، اللجنه الفنيه، على الرغم من ان هو اتهاجم جدا في اسد محسن صالح وزكريا ناصر. طبعا الحقيقه خطوه كلنا استغربنا ليها، انما فيها بعد نظر هايل جدا. استغربت ليها ليه يا كابتن ابراهيم؟ نعم استغربت منها ليه؟ اول مره نتجه لافريقيا، كان دايما نجيب اجانب. أيوة. البرتغال، المانيا، البرتغال، المانيا، انجلترا، كده. اول مره نتجه لافريقيا، اولا خطوه ايجابيه جدا، لان كمان لما تيجي تعمل مقارنه بالوقت بدايه فايلر معانا في افريقيا، وتيجي البدايه في افريقيا مع موسيماني، قالوا فايلر قال لك كان في شويه ما عندوش خبره بالكره الافريقيه. ايوه. فانا بقول الناحيه الايجابيه اللي حصلت من الكابتن الخطيب ومن اللجنه الفنيه، انه جابوا حد من افريقيا، ان هم جوه مطبخ افريقي، عارف كل الفرق وعارف كل اللعيبه وعارف كل المسابقات، وبالتالي وعارف فرقتنا احنا وعارف كمان. فرقتنا متابع. فبالتالي ما خدتش منه وقت، ما خدتش منه وقت انه يدخل جوه الفرقه. أيوة. عايز اقول ان التقارب كمان، التقارب بينه وبين اللعيبه، حصل طفره في اداء اللعيبه. التقارب اولا لازم يبقى يعني انساني الاول، اللعيبه لازم تحبه وتثق فيه وفي قدراته، وبالتالي اللعيبه جوه الملعب بتؤدي اولا لارضاء انفسهم وارضائه هو شخصيا، لانهم حسوا بيه وبقدراته. زائد ان انت تحس ان وهم في الملعب في حريه، في حريه حركه، وبيتمتعوا هم بيلعبوا، يعني ما بيلعبوش بنرفزه ولا بعصبيه. كان وصل لك نفس الاحساس في نهايه الفتره اللي كان فايلر متولي فيها نفس المسؤوليه؟ ايوه. برافو عليك. يعني اللعيبه كانت يعني متعصبه شويه، والاداء ابتدى الريتم يبقى اقل شويه، يعني الريتم بتاع اللعيبه يبقى اقل، مشدودين، برغم ان احنا كنا واخدين الدوري قبلها بسبع اسابيع. أيوة. انما كانت تحس ان اللعيبه عندهم احسن من كده بكتير. انا متهيالي ان عمل لهم اتزان نفسي، بقى في اتزان نفسي عند اللعيبه، وبيؤدوا باريحيه ومفيش ضغوط عليهم، فبيؤدوا احسن ما عندهم. ودي النتيجه، الاداء الجيد جدا في الماتش الاخراني. كمان العصبيه اتشالت من عليهم. وبعدين هندخل في ماتش الوداد على طول ولا اكمل؟ لا اتفضل، لو حابب تضيف حاجه ثانيه اتفضل. فالحقيقه ناحيه، انا كنت اقول حاجه كمان، انه يا بعيدا عن الاداء العام للفريق، يعني انت احنا بنتكلم على الاهلي، بتكلم على التيم كل، انا كمان ابتديت احس انه على المستوى الفردي في بعض الاسماء او بعض اللعيبه اللي كانت معرفش محطوطه تحت ضغط، انتقادات من الجمهور، عدم توفيق في الماتشات. من ساعه لما موسيماني تولى المسؤوليه، اللعيبه دي 180 درجه بيؤدوا احسن ما عليهم. وبعدين يعني مش عايز اغفل دور الجهاز الاداري برئاسه السيد عبد الحفيظ، الجهاز الاداري كله برئاسته، زائد الجهاز الفني، التقارب وروح العائله موجوده جوه الفرق. نيجي بقى لموسيماني والروح اللي ادها للعيبه، بيخليهم يؤدوا احسن ما عندهم، واللعيبه كمان بتحاول تطلع احسن ما عندها عشان يبقوا في ال11. يعني واحد استنال ثقه الراجل بالظبط، عشان يبقى في ثقه في وجودهم جوه. مع انك انت رحت يعني قائمه الغيابات كتيره جدا، يعني مروان محسن دايما كان بالذات انا بركز على الاسم ده، انتقادات كتير عليه. انما من ساعه ما جه موسيماني بيأدي بطريقه جيده جدا ومستواه
في ارتفاع ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يكملها على خير كده مع النهائي ان شاء الله باذن الله. طبعا ان شاء الله. نيجي بقى في ماتش الوداد. الحقيقه هو غير الثقافه، يعني اولا هو 100% متابع جيد للكره الافريقيه، ومتابع جيد جدا كمان لفرقه الوداد. ايوه، وبالتالي هو غير ثقافه اللعيب المصري يعني.